انتهينا من مرحلة أبناء القبائل، أبناء أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، وناتي إلى مرحلة أبناء القبائل هنا مع التأهيل، أشواط التأهيل وبطاقات التأهيل قضية هذا الميدان. شوطنا التاسع، الشوط الأول الرئيسي لهجنة أبناء القبائل. نتابع هذه المسيرة الخاصة بالأبكار المحليات، الأصايل هنا الصدارة، هنا المقدمة شغب على الصدارة وعلى المركز الأول. محمد بن سلطان بن رشيد السويدي هي المنطلقة على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. شاهينية لخويتم بن سالم، هنا أيضا من تاتينا بن قدح العامري على المركز الثاني، وفي المركز الثالث الشاهينية لحمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة المنطلقة على المركز الثالث في هذه الانطلاقة وعلى المركز الرابع. المركز الرابع الشاهينية أحمد بن محمد بن راشد الظاهري، والمركز الرابع المركز الرابع ثمينة هنا لسالم بن سعيد بن سالم لنيبي المنطلقة. هذا الأداء المميز الجميل والتحدي والإثارة. أما على المركز السادس، المركز السادس دبي أحمد بن محمد بن كراز المهيري المنطلقة هنا على المركز السادس، وفي المركز السابع. المركز السابع وتأتينا هنا الكبسولة لحميد بن سيف بن كعيب الفلاسي مع الكبسولة، هنا المنطلقة سابعا. المركز الثامن تاتي العنود المطر بن محمد بن خلفان بن كراز السبوسي المنطلقة هنا أيضا بهذا التحدي الجميل على المركز أيضا هنا في هذه اللحظات السابع الثامن، والمركز التاسع. المركز التاسع وتاتينا الماردة حسن بن سعيد بن عبيد لغفلي، والوصول من قبل مشغلة للعبد بن علي بن محمد الزرعي المنطلقة على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا التحدي المميز الجميل. نعود مشاهدينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بهذا الانطلاق المميز. الشاهينية من غيرت على صدارة على المقدمة، الحمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة من انطلقت على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شغب على المركز الثاني لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز الثالث ثمينة القادمة على ثالث المراكز سالم بن سعيد بن سالم لنبي هنا المنطلقة على المركز الثالث، وفي المركز الرابع. المركز الرابع الشاهينية اخويتم بن سالم بن جدح العامري من تأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع. المركز الرابع والمنطلقة الشاهينية أحمد بن محمد بن راشد الظاهري تأتينا على المركز هنا أيضا الخامس، وفي المركز السادس. المركز السادس والوصول على سادس المراكز من قبل الكبسولة حميد بن سيف بن كعيب، هناك العنود المطر بن محمد بن خلفان بن كراز السبوسي من تأتينا سابعا. المركز الثامن دبي أحمد بن محمد بن كراز المهيري يقدم لنا دبي على ثامن المراكز. يلا يا الجنرال هنا نبغي سلام صباحي لهالي زعبيل. هنا المركز التاسع، المركز التاسع مشغلة العبد بن علي بن محمد الزرعي يقدم لنا مشغلة هنا تاسعا، وفي المركز العاشر الماردة لحسن بن سعيد بن عبيد لغفلي على المركز هنا أيضا العاشر. هذه هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى المنطلقة بهذا التحدي الجميل. نعود إلى الصدارة.
نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط والانطلاق والتحدي المميز الجميل هنا على أرضية هذا الميدان في هذه التحديات الجميلة والصدارة، الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا والانطلاق والتحدي. مشاهدينا الكرام من ثمينة 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 ثمنت الموقف وانطلقت إلى صدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول. ثمينة هنا سالم بن سعيد بن سالم لينيبي يسيطر بثمينة على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شغب في المركز الثاني محمد بن سلطان بن رشيد السويدي من تأتينا على المركز الثاني في هذه الانطلاقة الجميلة والتحدي والإثارة وعلى المركز الرابع الثالث المركز الثالث هنا لحميد بن سيف بن كعيب الفلاس المنطلقة على المركز الثالث في هذه الثلاثية الجميلة الجميلة ثلاثية جميلة مميزة في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. المركز الرابع المركز الرابع الشاهنية حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة من تأتينا على المركز الرابع. يا سلام التحدي مميز جميل هنا بهذا الأداء المميز. نعود إلى ثمينة نعود إلى ثمينة المسيطرة على زمام الأمور المسيطرة على صدارة وعلى المركز الأول سالم بن سعيد بن سالم لينيبي هي من تسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة. وصلت مشغلة وصلت مشغلة العبد بن علي بن محمد الزرعي القادمة على المركز الثاني والمركز الثالث. هناك الشاهينية حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة ودبي لأحمد بن محمد بن كراز المهيري أيضا قادمة. ولكن هنا ثمينة ثمينة ومشغلة مشغلة وثمينة التحدي مميز هو جميل الله. هنا 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 ثمينة وهنا القادمة مشغلة ثمينة ومشغلة في هذا التحدي. ثمينة بدون أي أوامر ترقص على المقدمة على صدارة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله اللحظات الأخيرة ثمينة 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 ومشغلة ثمينة ومشغلة ثمينة. سلام للمرموم سلام على هذا الأداء المميز بدون أي أوامر. تذكر تهانينا للسيد سالم بن سعيد بن سالم لينيبي. شكرا أيضا يا أحمد يا بن سعيد يا بن سالم. مشغلة من وصل ثانيا العبد بن علي بن محمد الزرعي المركز الثالث لحمد بن سالم بن سعيد بن حلوك المركز الرابع دبي أحمد بن محمد بن كراز المهيري وخامسا لحميد بن قعيب. نعود إلى التوقيت الزمني 7:51 هو التوقيت الزمني المسجل في هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز. عامر